جانب آخر هو أن من بين الاستراتيجيات التي يتبعها تنظيم القاعدة هو العمل ضمن تحت سرية تامة، وبالتالي لا يسهل رصد يعني أنشطة هذه الخلايا. أستاذ سعيد الكحلة، السلطات المغربية كانت موفقة في مقاربتها الأمنية فيما يتعلق بالإرهاب، والدليل أنه بعد تفجيرات ماي 2003 بدأت البلاد يعني محصنة باستثناء طبعا ما عرف بخلية الرايدي وتفجيرات مارس وأبريل 2007 التي أودت بحياة منفذيها، غير أن هذه الخلايا يعني المسلحة ما تزال نشطة وبشكل لافت، كيف تفسرون ذلك؟ أولا ينبغي استحضار المدى الزمني الذي قطعه الفكر التكفيري والفقه التكفيري داخل المغرب. هذا بدأ مع جلب العقائد الوهابية والمذهب الوهابي منذ بداية الثمانينات، خاصة إثر نجاح الخميني في ثورته داخل إيران. فلجأ المغرب كما لجأت عدد من الدول إلى جلب فكر نقيض لهذا الفكر، وهنا بدأ دعم الجمعيات التي تنشط ضمن التيار الوهابي، حتى أنتج فكر متطرف، فكر تفجيري سيظهر في 16 ماي 2003. قبل هذا لم تكن السلطات الأمنية المغربية لها خبرة أو لها تجربة في رصد تتبع وحتى في فهم هذا النوع من الفكر، وظلت السلطات الأمنية والدولة المغربية غافلة عن أنشطة التي يمارسها هؤلاء المتطرفون، بل لم تكن تخشى منهم وكانت يعني تأمن جانبهم، وكان الشعار السائد حينها إلى حدود 16 ماي أن المغرب ينعم بالأمن، وهناك استثناء مغربي يميزه عن باقي الدول. بعد 16 ماي تفاجأت السلطات الأمنية، تفاجأ المجتمع، تفاجأ الأحزاب أن الإرهاب يضرب في المغرب بقوة، لم يبدأ بعمليات بسيطة ولكن بدأ بعمليات تفجيرية، بمعنى بدأ حيث انتهى الآخرون. هنا أدركت السلطات الأمنية أن الخطة التي كانت تعتمدها من قبل وهي فقط مراقبة بشكل خفيف ولين عليها أن تغيرها. بدأت تراكم تجربة، خاصة بعد اعتقالات 16 ماي وما تلاها غيرت خطتها وبدأت تدرك جيدا طريقة اشتغال هؤلاء، طريقة تنظيمهم، طريقة تحركهم، فضلا عن التنسيق الأمني بين الدول لرصد حركة وتحرك العناصر المسؤولة على تكوين خلايا وتدريب هذه الخلايا والتحكم فيها. فعل هذه التجربة التي راكمتها السلطات الأمنية أفلحت في تفكيك منذ 16 ماي 2003 إلى الآن ما يزيد عن 90 خلية إرهابية. لنتصور الخطر الذي والكارثة التي كانت تمثلها هذه الخلايا لو انتقلت إلى العمليات التفجيرية. إذن هذه الضربات الوقائية والاستباقية التي أفلحت الأجهزة الأمنية في توجيه لهذه الشبكة الإرهابية لها دور كبير في ضمان هذا الأمن والاستقرار. نعم. وتجنيب المغرب كارثة حقيقية. نعم. أستاذ سعيد الكحل، كباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إلى أي حد ما يزال الفكر الجهادي على الطريقة القاعدية يعني يستقطب، وما هي فئاته المستهدفة، خاصة بعدما شهدنا أن كانت هناك جوانب كبيرة ومتعددة للإصلاح الديني في المغرب وتم التصدي لهذا الفكر بمجموعة من الوسائل؟ الفكر أخذ تقريبا 3 عقود وهو ينتشر، و تمكن من المساجد الرسمية من خطب الجمعة، أصبح له دعاة وشيوخ وفقهاء ينشرون ويبتون هذا الفكر على نطاق واسع، بل فتحوا في الأحياء الهامشية مساجد في الدرجات في البراريك في إطار تواطؤ الأجهزة الأمنية، تواطؤ الدولة، وهذا بشهادة من المضغري والعبد الكبير المضغري حينما كان وزير، وبعد مباشرة الأحداث 16 ماي أجرت معه يومية مغربية استجواب، وقال لها بالمعنى من المسؤول عن فتح الجراجات، من المسؤول عن الأموال الكثيرة التي كانت تأتي من دول أخرى تمويل هذه الخلايا، من المسؤول عن مراقبة الكتب والأشرطة التي تباع على نطاق واسع في المغرب، ليس وزارة الأوقاف وحدها ولكن وزارات أخرى، بمعنى الدولة كانت تتحمل مسؤولية كبيرة وكانت تسمح لهؤلاء المتطرفين أن ينشروا فكرهم. أدى هذا إلى انتشار الفكر على نطاق واسع، و
استغلهما ظروف من بينها الظروف المادية والاجتماعية لاستقطاب الضحايا، هذه في المرحلة الأولى، ولكن بعد لم نجد فقط الفقراء والمهمشين هم الأعضاء في هذه الجماعات، بل أصبحوا أطباء ودكاترة ومهندسين. والمثال ديال المهندس هشام الدكالي الذي حاول تفجير نفسه وقت السياح في الصيف مدينة مكناس دليل على أن أو التكفير أو التفجير لا يستقطب فقط في عجلة. أستاذ، يعني المنطقة المغاربية تنشط فيها العديد من الجماعات المسلحة، وفي مقدمتها القاعدة التي تنضوي تحت لوائها الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائري التي ضربت في موريتانيا والجزائر. ما تقييمكم لحجم التنسيق بين دول المغرب العربي؟ على المستوى الأمني هناك تنسيق في حدود الدنيا وتحت ضغط الدول الأوروبية والولايات المتحدة. لو هذا الضغط لما كان هذا التنسيق ولو في حدود الدنيا بين المغرب والجزائر، خاصة أن هذه المنطقة التي تعرف نشاط قوي لتنظيم القاعدة، وخاصة أن الجزائر تشكل القاعدة الأساس والبؤرة الأساس لتنظيم القاعدة، ومنها انطلق تنظيم القاعدة ما تحولت الجهة إلى تنظيم الجماعة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. يساعد تنظيم القاعدة هنا أولا طول الحدود بين المغرب والجزائر ووعورة التضاريس، ثم الجانب الثاني الذي يسمح بحركة هؤلاء طبيعة التضاريس داخل الجزائر، لدرجة أن هناك مناطق تقريبا هي محررة من طرف تنظيم القاعدة داخل الجزائر، ولا تستطيع السلطات العسكرية والأمنية اقتحام هذه المواقع، بالإضافة إلى المناطق الشاسعة من الصحراء في جنوب الجزائر وشمال مالي وموريتانيا تسمح، وغياب أولا لوجيستيك، غياب قدرات عسكرية وقدرات بشرية لهذه الدول لمراقبة هذه المساحات الشاسعة، يعطي لتنظيم القاعدة هامش واسع للحركة وللمناورة. شكرا سيد محمد بولخريفة الإعلامي المغربي في ستوكهولم، كنت معنا مباشرة، شكرا جزيلا لك، وشكرا موصول أيضا لسيد سعيد لكحل الخبير في شؤون الجماعات المسلحة. العفو. We'll be right back.